الثلاثاء المقبل بالفريق يدخل في إطار الدور السادس عشر من كأس الجمهورية الوفاق. إذا لم يفز في البطولة الوطنية كما قلت في الثلاث مباريات الأخيرة أو الأربع مباريات الأخيرة فإن الوفاق فاز في الدور اللقاء الدور 32 على حساب هلال شرغوم العيد لما تفوق وتأهل على الهلال وفاز عليه بملعب المظاهرات بمدينة شرغوم العيد. إذن الوفاق سيعود إلى المنافسة منافسة كأس الجمهورية بوابة الدور 16 في المحاولة. فرصة فتح مجال التهديف ضاعت على الوفاق، ضاعت على فلاحي أمامنا على الصورة، فرصة سانحة من أجل فتح مجال التهديف، كرة كانت ممتازة من زموم انتقل على الجهة اليمنى وسع المتابعة، كان لاعب عويسي هو الذي كان في المتابعة وضيع فرصة، لا أقول ضيع ولكن الكرة لم تكن في الإطار من هذا اللاعب المتميز أيضا عويسي. لما نذكر المنافسات القارية نذكر وفاق سطيف باعتبار الفريق الوحيد الذي فاز برابط أبطال إفريقيا، يعني قبل ذلك فاز هو ومدينة الجزائر وشبيبة القبائل بألقاب قارية، ولكن في الوقت اللي فيه محاولة للوفاق ربما الهدف الأول، وبالفعل الهدف الأول للوفاق يتمكن الوفاق من فتح مجال التهديف في الدقيقة 25 عن طريق اللعب زموم وليد، يتمكن من الانفراد بالحارس وبدي ويتمكن من فتح مجال التهديف أمام عدم رضا المدرب محمد بوطاجين بالخطأ المرتكب في دفاع الوفاق. الاتحاد كما نشاهد انفرد بالحارس وبدي وتمكن من فتح مجال التهديف، كان بعيد عن كل مراقبة عن كل مضايقة في غفلة من دفاع الاتحاد بسكرة، يتمكن هذه التمريرة كانت بدقة متناهية من القائد جابو عبد المومن ممتازة، وزموم يتمكن من وضع الكرة في الزاوية الصعبة على الحارس وبدي ويفتح مجال التهديف. ندخل الوقت البدل الضايع من لقاء من الشوط الأول من لقاء الفاق بصعوبة وبدي إلى الركنية وبصعوبة الحارس وبدي يبعد هذه الكرة المقوسة في القائم الثاني مرفوعة في القائم الثاني من قناوي الذي وضع الكرة في القائم الثاني ناحية رفيقه، ولكن وبدي بإمكانياته وقدراته ومهاراته أبعد هذه الكرة إلى الركنية. الركنية الثانية في اللقاء والركنية للوفاق، الأولى كانت الاتحاد بسكرة، قد تكون آخر لقطة آخر كرة في الشوط الأول هذا لمصلحة الوفاق. هل تأتي العرضية؟ بالفعل العرضية في القائم الثاني ولكن بعيدة. بالقاسم عبد الحق لاعب البديل، تدخل كان من عويسي لقطع هذه الكرة أمام اللاعب بالقاسم يعني الصورة من أجل إعطاء أكثر حيوية للخط الأمامي لاتحاد بسكرة لتنفيذ اللعب البديل مدان اللي يدخل هو أيضا منذ حين أمامنا على الصورة، راح يوزع كورته خلف الجدار خلف الدفاع الوفاق، كرة مرفوعة بالفعل المتابعة المدافع هو الأقرب لمصلحة الوفاق، ثم كرة طويلة إبعاد الكرة من زموم ناحية رفيقه يصارع من استرجاع هذه الكرة، قناوي يتفوق قناوي يتوغل يسدد قوية، الهدف الثاني لمصلحة الوفاق بلقطة فردية رائعة من قناوي، يتمكن من تسديد الكرة في الزاوية الصعبة، يتمكن الكرة معادة مرة أخرى واللقطة معادة، يتمكن تسديدة قوية عابرة للدفاع تستقر في الزاوية المحصورة بين القائم والعارضة الأفقية، يصعب على أي حارس صد هذه الكرة، وهذه التسديدة القوية جدا من اللاعب قناوي ويوقع الهدف الثاني لمصلحة الوفاق والثنائية لهذا اللاعب مع بداية الشوط الثاني الوفاق. التسديدة كانت ممتازة ورائعة بلقطة فردية، قلت لديه قوة التوغل يتمكن من الأمور من المرور أمام المدافع ويسدد بقوة وفرحة اللاعب قناوي بإضافة الهدف الثاني لمصلحة الوفاق والمتقدم في النتيجة بهدفين مقابل صفر مع بداية الشوط الثاني هذا. ثم الانطلاقة خطأ في المراقبة، خطأ الصعوبة والحارس، تبقى المحاولة الهجومية قائمة اللي يبحث عن التسديد وبعيدة تماما، فلاحي كرته بعيدة تصطدم بلاعب الاتحاد وتخرج إلى ركنية، كانت فرصة أمام الوفاق لإضافة الهدف الثالث ولكن وابدي تعلق في خروجه لصد هذه الكرة، ثم كرة فلاحي تصطدم بلاعب الاتحاد وتخرج إلى الركنية. ركنية لمصلحة الوفاق هي الأولى في الشوط الثاني، هذا فلاحي أمامنا على الصورة، أخطاء فردية في دفاع الاتحاد
كاد يستثمر فيها الوفاق بهدف ثالث وجاب وركنية لمصلحة الوفاق. يلعبها مع رفيق ومع تابتي مضطر للعودة للخلف. بوشامة يحاول توزيع الكرة في القائم الثاني والهدف الثالث في الوقت اللي كان عناصر اتحاد بسكرة ينتظرون من الحاكم المساعد رفع الراية، إلا أن الحاكم المساعد طلب مواصلة اللعب كما نشاهد. هل فيه وضعية تسلل هنا عند انطلاق الكرة؟ ستكون الإعادة من زاوية أخرى. اللاعب هنا وحده اخذ كامل وقته وأضاف الهدف الثالث لمصلحة الوفاق، التفوق لمصلحة الوفاق بثلاثة أهداف مقابل صفر. وفرحة كبيرة لعناصر هنا. اللاعب لما انطلق من وضعية التسلل، اللاعب اللي وصلته الكرة ناخذ كامل وقته وسدد بقوة. توزيع داخل منطقة العمل، ثم فرصة لتقليص النتيجة، وبالفعل فرصة لتقليص النتيجة من جانب اتحاد بسكرة، يتمكن في الأخير من تقليص النتيجة وتصبح النتيجة 3-1 لمصلحة الوفاق. يتمكن هذه المرة برعدة مراد من استغلال هذا الخطأ، أو لا أقول خطأ، ولكن شعبي فقد توازنه، فقد سيطرته، والكرة كانت سهلة للاعب برعدة يتمكن من تسجيل الهدف الأول لمصلحة اتحاد بسكرة وتقليص النتيجة قبل نهاية الوقت الرسمي بـ5 دقائق.